علماء وشخصيات. مرحبا، شخصيتنا اليوم الرحالة المسلم ابن بطوطة. هو أحد علماء المسلمين والرحالة المغربيين. اسمه الحقيقي هو أبو عبد الله بن محمد بن يوسف الطنجي. ولد في مدينة طنجة سنة 1304 ميلادي. كانت رغبة ابن بطوطة في السفر والتجوال أكثر من رغبته في إتمام الدراسة، ولهذا السبب ما كمل دراسته للفقه. وكانت أول رحلة لابن بطوطة سنة 1326 ميلادي، واللي خرج فيها لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وكان عمره 21 سنة. وأول وسيلة استخدمها للتنقل كان الحمار. ودايم ابن بطوطة عندها الرغبة في رؤية أحوال الناس في مختلف الأقطار، ودايم عنده شوق للمعرفة والتنقل والمغامرة والتجربة. وبدأ ابن بطوطة رحلته الأولى لأنحاء المغرب الأقصى، ثم اتجه نحو الشرق عبر الجزائر، ثم إلى تونس وليبيا، وانتهى فيها المطاف بمصر. وبعد ما أدى فريضة الحج اتجه للعراق وإيران وبلاد الأناضول، وبعدها عاد للحجاز وحج للمرة الثانية، وبقي في مكة لمدة عامين. وقضى ابن بطوطة أكثر من عمره في الترحال بين المدن والبلدان عشان يعرف عادات الشعوب والأقوام، ويسجل الأحداث في عصر كان يعيش فيها الناس وكأنهم في جزر منعزلة لا يعرفون إلا القليل عن البلاد الأخرى. لم يترك ابن بطوطة خلفه أي إنتاج أدبي، سوى سرد لأسفاره على شكل كتاب، وكان عنوانه تحفة النظار في عجائب الأمصار وعجائب الأسفار، الشهير بكتاب رحلة ابن بطوطة. وهو كتاب فيه رواية حوادث نادرة وتقاليد غريبة للشعوب المختلفة. وقد أحس ابن بطوطة إن ما يذكر عن أخبار الهند تعد غريبة وبعيدة عن المألوف، وإنها راح تحمل الكثير من الناس على الشك في صحة كلامه، فأقسم على ذلك بأنه صادق فيما رأى وفيما تكلم. لكن بحوث العلماء بعد ذلك أثبتت إن كل ما ذكره ابن بطوطة عن الهند كان صحيح، وهذا اللي خلاه يمتاز عن غيره من الرحالين السابقين، إنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتكلم عنها. فقد ذكر استعمال أوراق النقد في الصين، وأشار إلى استخدام الفحم الحجري. وبعد ما عاش ابن بطوطة حياة زاخرة بالأحداث، وكان له الفضل على الجغرافيين العالميين لأنه ترك صور صادقة للحياة في العصر اللي عاش فيه. وبعد ما قطع ما يقارب من 75 ألف ميل توفي ابن بطوطة في مراكش عام 1377 ميلادي. علماء وشخصيات.